لنجسد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوطنية تنفيذا لقرار المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين. تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الاحتجاجات والأشكال النضالية اللي خدتها النقابة الوطنية نقابة المتصرفين التربويين على المستوى الوطني. هذه السلسلة كنا تشناها السنة الفارطة بعد ما تبين اتفاق دي 14 يناير أنه لا يحمل يعني تلك المطالب الطموحات والتطلعات الشغيلة التعليمية بصفة عامة والمتصرفين التربويين بصفة خاصة. اليوم نجسد هذه الوقفة للتعبير مجددا عن رفضنا للمشروع. لم يعد مشروعا بل أصبح نظاما أساسيا جديدا. نجدد رفضنا لهذه الوثيقة التي تنظم الموظفين التابعين لقطاع وزارة الوطنية. كما نبهنا إلى هذه المسألة من قبل نحن كنقابة كنا صرحنا ونبهنا وتجسدنا مجموعة من الخطوات النضالية من أجل أن تأخذ الوزارة أو وزارة الوطنية بعين الاعتبار طموحات ومطالب الشغيلة التعليمية بصفة عامة والمتصرفين التربويين بصفة خاصة. إلا أنه للأسف وزارة الوطنية يعني تعنتت وأخرجت الوثيقة كما أرادت هي. وهنتم تلاحظون يعني السياق اللي كنخوضوا فيه اليوم هذه الوقفة وسياق يتسم بالاحتقان ديال الشغيلة التعليمية بصفة عامة ونحن على وجه الخصوص المتصرفين التربويين. وللصدفة أنه اليوم يتزامن مع اجتماع رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية. ومن هذا المنبر ومن هذا المكان نؤكد على أنه نحن متشبثون بملفنا المطلبي نقطة بنقطة وعلى رأسها إقرار تعويض تكميلي لإطار متصرف تربوي ضمن النظام الأساسي الجديد. كذلك إقرار مجموعة من المطالب المتضمنة في بيان 21 أكتوبر. بياننا قد توصلتم على ما أعتقد توصلتم به. بياننا فيه تفصيل هذه النقاط ونحن وضعنا ورقة تصورية للمتصرفين التربويين كيفاش خصها تضمن تلك المطالب وتلك الحقوق داخل النظام الأساسي. المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين اللي دعات لهذه الوقفة اليوم أمام وزارة التربية الوطنية على أساس أنه غتكون وقفة أخرى غدا إن شاء الله أمام مديرية الموارد البشرية. إحنا هنا جينا تقريبا الوقفة الأولى بعد صدور النظام الأساسي الجديد بجريدة رسمية. كنا حضرنا واحد الوقفة 27 شتنبير يعني قبل ما يخرج هذا النظام الأساسي على أساس أننا نوصلوا المظلومية ديالنا للسيد الوزير المحترم لأن قرينا المشروع ديال النظام الأساسي وما كانش عجبونا فيه بزاف ديال الأمور. يعني ما لقينا حتى شي ميزة من المزايا اللي كتذكر دابا الوزارة. يعني الوزارة كتقول بأن هذا النظام الأساسي فيه مجموعة من المزايا. بالنسبة للمتصرف التربوي كنشوفوا بأنه ما كاينش حتى شي ميزة اللي قدر نقولوا بأن يعني نصفاتنا. بالعكس باش تقزم الوزارة تقزمات هذا الإطار هذا في الإدارة المدرسية بالنسبة لنا هذا حيف. لأن احنا فاش تخرجنا في المراكز الجهوية يعني ودرنا تكوين أساس لمدة سنة وكاين الفوج ديال 2022 اللي داروا سنتين وبلا ديبلوم وكنا كنطالبوا بمعادلته بالماستر. يعني ما كانش هذا الشيء في النظام الأساسي لم يذكر هذه المسألة لم تذكر. كما أنه هناك تعويض عن الإطار كباقي الفئات. احنا كأساسيدة ملي كتبدل الإطار ديالها كدير واحد مباراة وكتولج للتكوين أو التكوين الأساس يعني نورمالمون خص يكون عندنا واحد التعويض تكميلي على الإطار. هذا الإطار هو الوحيد اللي ما عندوش تعويض. التعويضات التكميلية زيرو درهم. زادونا واحد المبلغ
يعني باهت يعني مقارنه بالمهام اللي موكوله لنا، ولكن راه غير كافي، لان حنا بغينا التعويض على الاطار، تعويض على الاطار ثم تعويض على الاطار. كما انه الوزاره لحد الساعه ما استجبت حتى شي مطالب من المطالب ديالنا، رغم مراسله النقابه عده مرات، يعني صيفطت مراسلات وصيفطنا واحد الورقه تصوريه عن هذا الاطار، فيها تطلعات يعني تعكس تطلعات المتصرفين التربويين باش 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 يرفعوا من القيمه الاعتباريه والماديه ديالهم، وحنا من حقنا، ولكن بدون استجابه من طرف الوزاره التربيه الوطنيه. كما انه هناك مطالب اخرى، مثلا كالمطالب ديال الحركه بين الاسلاك، يعني انا كمتصرفه تربويه يعني تفرض عليا واحد السلك معين ابتدائي، انا يعني حسب المخرجات ديال التكوين الاساس كان عندنا الافاق باش اننا نغيروا السلك بكل اريحيه، ولكن هذا الشيء مازال ما كاينش، وتقلد يعني تقلد مناصب ومسؤوليات داخل وزاره التربيه الوطنيه. اذا نحن ندين هذا عدم استجابه من طرف وزاره التربيه الوطنيه، حنا جينا هنايا يعني نوقفوا باش نعاودوا نوصلوا المظلوميه ديالنا، وكنحملوا الوزاره المسؤوليه الكامله فيما سيؤول له الوضع داخل المنظومه التعليميه، وكنبغي نوجه يعني حنا كنقابه حنا متضامنين تضامن مطلق مع الشغيله التعليميه اللي حتى هي كتوقف ضد هذا النظام الاساسي الجديد، كما ندين الهجومات الهمجيه التي تتعرض لها قطاع غزه في فلسطين المحتله، وتحيه نضاليه لجميع وشكرا.